كان صراها نهب لنيا ما لقيت كيف ندير معاه كل يوم حكاية يا اخواني مرضني ما صرت دواء ديال تهاوي خويا غير حرب يطلب ربي تسلك بخير لقلق الحيلة وزيد لك دبا معاهم ما ينفع تدبير سقسيني أنا اللي مجرب والله ما عندك مادي هاي سوق صراها نهب لنيا ما لقيت كيف ندير معاه كل يوم حكاية يا اخواني ضرني ما صبت دواء ايه قاي تي حبيبك يعني حبيت نسقسيك واحد سؤال محيرني كيفاش سمي رمضان وحدك انا رمضان تاعي نفوتو بقدر والشان في دارنا وانا يما هي اللي تطيب لي فهمتي نقولك حاجه انا ما ندخلش الكوزينه خلاص مهنيه كي يوصل وقت الفطور نغسل غير مواعن ونروح نشوف المسلسلات غوصي غوصي قولك انا اللي كنت جيت يماك ونزيد تاني نوكلك مالا نقولك حاجه احنا كامل في دارنا نحبوا الماكله تاع يما وعلى بالك عندي خويا متزوج كي يوصل وقت الفطور يروح يجيب الطبسي تاعو ويدي غير الماكله تاع يما مالك غير مرتو تعرف الطياب بصح لا لا لازم يما هي اللي تطيب الله يشد لك في يمك ان شاء الله ان شاء الله صح يمك نحبها ونموت عليها امراه كبيره وكلش ما تعرفش يعني توصي عليا ولا كاش حاجه هكا كاش هذاك صحابتها كلش في العرس هكا توصي عليا تجي واحد يخطبني الجيحة واش ديري بالراجل راكي لبس عليك عايشه وحدك علاه تجيب المشاكل لروحك واش بيكي الناس قاعد تقولي بايره بايره وكاع يديروا لي زوجي في الحومه على ما تزوجتش على ما تزوجتش غير مجنونه راهم يحسدوا فيك راكي بايره سورتو في هذا الزمان راهم يحسدوا على كل شيء خطيزي هي الصح راكي ديري على هاد المهبوله هاد السيناريو كاع اللي راهي دايرته وحاكم هذاك الفنجان كي حمطوشك انا نقول لك شمت ريحه رمضان من بعيد انا من دوكا ندير نستوك في كرشي اون سي جامي اي سوق صراها نهب لنيا ما لقيت كيف ندير معاه على بالكم القضيان في الدار والغسيل والنفيض على بالكم عباده وطيئه الراجل تانيك انا لا ساحفه قال لك المراه اللي تطيئ الراجل تكون من اهل الجنه انا غسلت كاع داري كاع سيقتوني كله قبل رمضان وقبل العيد كامل ملي بلانت هذوك تحتانيه هكا بالكرات وبالمستنى نتبعهم كامل دلها ربيع كامل خالتي كامل يقولي انتي شغلك مليح ونعجبهم شابه وكاع وكامل بصح توجور الزهر ما كاينش توجور راجل ما كاينش حقه بغاك مي تسقسي زعما خالتي في رمضان هدايا لو كونترول هذا زعما غير صلات 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 وما نحبسش كامل ونزيد نزيد من عندي ايه كيفاش يقولوا لهم هذوك نفيله ايه هذوك ينوف يمي يعزو جا 3 4 تاع الصباح وكامل زعما يحلوها كل البيبان هذوك ويخرج اسمو هذا وتزوجوا حبيك لبيك ويجيك راجل ويقول لك راضي الله ما بين يديك نيتك زعقانيه خلينا من الزواج سكتي علينا شتو هذيك الزواخه تاع سميره انا شريت وانا طيبت وانا عاودت يا شحال تسوق شحال تحب تنعت بروحها انا نكره الناس اللي كيما هكا يو رمضان رايح غير عندها وحديها رانا كامل نصوم وش بيها وتاني دوك درتي على سميره ما عجبكش الحال ديالي كيما هي تزلط تمصروف الغشي وتمصروف جمال بالكم تكمل رمضان مش رمضان والو ها صبري شوية هذا يا هدنيه كالمي هيو هني ثاني راضية ما تخلطيش كل شيء انا اختي انا ساكتة تعرفي خالتك زهية شادة فمها ومرزنة وثقيلة هذيك تغرضي فينا الزقوة انا في رمضان غير ما كان له تزوخ عليا وتخلط عليا وانا والله غير نخرج لحالي العيب طاي طاي ايه وكل يوم تخرجنا بوبسيون جديدة ربي عزيز ربي عفزنت لي بروبليم
راني نسقسيكم، يا درا في رمضان كي راه عايش معاها راجلها؟ تبلي بدلوا لو غول، هي رجعت الراجل وهو رجع المراه، وهي اللي تكوموندي في كل شيء. هذه ما على بالكمش بيها. هاتين كان زايا كان، هذا واش تعسوا نتوما؟ هاو خلوها، خلوها الطفله، خليها المراه هذه ديجا ما عجبك شحال ديروا كيما هي، هي يعاونها ولا تعاونوا هي، يطيبوا كيف كيف دا، وانتم واش تدخلكوا في حياتها؟ انتيا كي تشدي فمك هذاك هو الصح، غير هضري على روحك وبعدها تهضري على الناس، فهمتي؟ اللي عطاه ربي الزهر الله يزيد له. احببك انا تجبرك ما تنرضينيش، ديجا انتيا كي تبدي تهضروا على الزهر انا مانيش عارفه كي كيفاش تدول، فهمتي؟ انا ما تخلينيش نصوت لك من الطاقه، نقز لك ما نعرفش كاع واش ندير بي، خلونا نصوموا طام بها مشاكل السي. وعلاش واش رانا نديرو؟ الحمد لله خطينا، كاش ما رانا نجبدو في البلا باش تشرحكم يعني، وما تحشموش عندكم الوجه وتزيدوا تهضروا. ملي تحلوا الطوايق تاعكم وتبصروا في الناس، تبصروا فيهم كيما تخلوا حتى واحد، ودوكا ما ديروا والو. ها خلونا نعيش، ماكمش عارفين صح واش راكم ديروا. والصباح ربي اللي له من اللي تشرق شميسه وتحلوا الطيقه نتاعكم، غير تمشروا مع الناس، غير تمشروا على الناس. ها عنيده عنيده وتجيمتي وني دوا ربي، انا ديجا تحرت، انا راسي كي تجي ديجا نخمم كيفاش نتو ما تخمو نحي. اخ زو الشيطان خالتي زاهية، انا ديا ماشي هيك ديا. ديا تشدي فمك هذاك هو الصح، اهضري على روحك وبعدها تهضري على الناس، وفي دابور واش دخلك فينا؟ ايند والله خلاص، من اليوم ما نزيدش كاع ندخل روحي وما نزيدش نحل فمي، فما فاتخي فاسي سكنيتني انا، اش ديتي لك تشيك تخاض انك لينا تاش كارين اخو شي سينو مانيش عافيه. بركون على الشيطان، انا زعما كنجي فاجي غمتي معاكم تزيدوني غمه على غمه. يو دخلتي زهيه مانيش عليك انتيا، تجاني نحبك ونحب ماكلة تاع يديك، بصرت في رمضان هذا يا اخي ما تنسينيش انايا. ما تعرفيش تقلفطي على يديك وتتعلمي الطيبي، ولا انا شاكي باغية تقولي؟ اختي زهية صح والله ماني طلقت في هذا رمضان، غير ديري حاجة هكايا اتيري لي طبسي هكا وموين دوق شوية خالتي. ها صافي دي غادي تبعدي غير تعسي فيا، اروحي السكني معايا وصايي يعني. الله ماشي خصاب بصح نحشم ما نقدرش نجي. انا اختي زهيه الطبسي هذاك خساره فيا. يا زهيه هادي جاب لي ربي، راهي حابه تدور لك غير براجلك، غير وري لها العين الحمراء من دركا. يا حوجي كلشي لعبي بيه والله راجلي، خلينا جوارين ملاح سينو غادي ندورو على بعضنا بعض ونوري لك زهيه اش تكون. ربي غير انا غدا شو اخافي قرايك وانت يسيا وذن كيك تبردين الوقت وذي يثكونت ايا يثقردوني 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 ايا لي زاريير بونسي لي زاريير بونسي اي سوق انصارها مهبرني مركز كيف ندير معاه. مازالكم هنا؟ بيان سيغ رانا هنا، وين حبيتينا نروحو؟ نقول لك واش خدمتنا؟ ديتا كاست. انا كملت شغلي سي بون، كملت كل شيء وجدت السحور وجدت حتى واش راح نطيب غدوه للفطور. قولي لنا اش طيبتي؟ بالك يعجبنا سحورك ونديرو كيفك. نو ما نقولكمش، مي وشنو كاش نهار نعرضكم وتذوقوا ماكله يدي. انا الحمد لله يعني في واحد الجهه نحمد ربي ونشكرو، ما عنديش ني دراري ني حتى حاجه واحد اخرى نخمم عليها كيفاش نطيب ولا كيفاش نصحى، كي تتلف لي كاع ومعيش خبزيه باش نطلو هكا نطيب شي غير هذاك اسمه فرباج كونفيتور زبده سباغيتي، المهم كيما جات ناكلها وانا نصحى ومن تهنيه. براحتك انا بسلامتي الدنيا ما هي اللي تطيب لي. لا لا يا راضيه ما لازمش تاكلي نيمبورت كوا، وماشي مليح تاكلي بزاف في السحور. نورمال حبيبتي انا عندي لي ستوما تاعي ولفت كاع هاد الصوالح تربلي بيهم كي والو كامل. والله العظيم الصح انا
واش نقول لك، انا راني نورمال، كان حس روحي نورمال، وهكي كون ما حبيتش نسمع جوستو ماني حبيت نخرب لها العقليه بالك باش نسمع. قلت لك انت ملهوفه على الماكله، انا كي نهضر هضره ما نكذبش. التقرم ديجا انت ما تدخلش روحك في رمضان، انا يا ناكل كيما نحب تجهدني وي كيفي تحاش في الماكله، واش ندير انا؟ يا طفل احنا رانا نخمو في صلاحك، مليح تاكلي ماشي ماشي مليح، وشنو كلي حاجه خفيفه باغ اكزومبل، كلي التمر واللبن، كلي شويه فاكهه، اي حاجه فيها جو هكذا باش ما تعطشيش. هذا مكان اول والله دخلتي هالي في راسي، انا نروح دوك يجي يخرج لي عمري ولا يقتلني. ملي يدخل الكوزينه هو ما هي شا درتي، ما هي شا طيبتي، ما هي شا قليتي، غادي يهبلني. انا نروح للكوزينه ونرقب على هذاك البوزلوف ونقص له. زهيه راني خايفه عليك، الا ما وجدتيلوش البوزلوف في الصحور يقلبها عليك والله يدير لك خريطه في وجهك. خايتي بعيد الشر عليا. لا لا ما تخافيش ساع فيه برك، رجال كامل هكذا. اوفا انا نروح نخليكم. اماله غادي ندخل، هيا صحه سحوركم. الله يسلمك. شوفي زهيه بالك يغلبك راجلك كاه ما تسكتيلوش. لا لا ما تديريش عليها، ما عندك ساع فيه، رجال كامل هكا في رمضان. بون واش نقول لكم، واش رايكم غدوه ان شاء الله كاع نتلاقى ونقول واش طيبنا؟ هيا بقاو على خير. سلامه ان شاء الله. كل واحدة واش طيبات؟ اللي مسكين ما عندوش وما يطيبش كيفاش يدير؟ إلا علاه تدخل روحها زعما تعرف كلش ودير هذه هي وكملنا، ما تضلش كونيتو. أيا صحة صحوركم وتبقاو على خير وغدوة إن شاء الله. يا إيه خالتي زاهية ها؟ طبسي ها؟ معليش في سوطاس، ممكن ندقوك شوية ياك؟ صحة صحوركم. الملا ما تدوقيش. سوق نصراها مهبلنيا، ما لقيت كيف ندير معاه، كل يوم حكايه يا اخوانيا، مرضني ما صرت ادواء. ديال سهوبي خويا غير هرب، يطلب ربي تسلك بخير، لقلق الحيلة وزيد الكذب، معاهم ما ينفع تدبير.